السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا غير إنسان. تسول فين الأب ديال الابن ديالك؟ فين الأب ديال الابن ديالك؟ أنا الأب وأنا الأم وأفتخر بها. الأمهات يعني بواحد النسبة كبيرة ديما أنا مو أنا بوا أنا هذه. هذا كيرجع للاختيارات ديالنا اللي كتكون غلطة. أنا ما كنرد اللوم حتى شي واحد. كنرد اللوم في راسي وأنا تحملت المسؤولية لراسي. هادو ربما من الأسباب اللي خلوك تفرقي مع هذا الزوج ديالك. ديك الصفحة تطوى وتقطع وتشرك كأنها ما عمرها ما كانت. كأم عازبة الآن تحمل المسؤولية ديال طفلين. ما كيحس بالمزود إلا اللي مخلوط فيه. كنشوف الناس عندهم والديهم اللي تعاملوش معاهم زوين كنقول فريمون راه لا لا يدوقهم داك الشيء. فاللي بغيت تبنيها يعني كاين اللي قال لك بغيتي ديري فلوس. داك الشيء فريمون مبغيتش. مبغيتش طبعا كما تنقول تزيد على الجرح، ولكن هي فقط يعني حوايج باش يعرفوا الناس الرجوه. كنقول كون يرجع بيا الوقت ولو غير شويه نشوف ماما ندير ليها اي حاجه. كانوا ناس الله يهديهم الله يسمح ليهم يعني وقفوا بيناتكم. لقيت ميساج في التليفون ديالها كتقول طغانتي كتقول لي عافاك بغينا تعطيني المرته نشوف بغيت نسمع صوتها على المرته وروجي عليها. يعني هاد السيده قالت خداتكم انتي الحيمه ورباتك وبيناتكم بزاف د الحوايج يعني راه عيب وحشوم لا انسانيه لا اجتماعيه ان حتى حاجه ما تفقاتني.